السلام عليكم. اليوم نروحوا نشوفوا ملعب تاع دويرة وبمناسبة الذكرى 102 لإنشاء فريق مولودية الجزائر، نهنئهم بهذا الذكرى، وكذلك أن نروح نشوف الملعب هذا تاع ملعب تاع مولودية الجزائر إذن، واللي فيه يعني رغم أنه الأشغال تبدو بطيئة نوعا ما، وحتى الألوان تاع الكراسي وتاع المدرجات تبغوش تبدو شهبة بسبب تغليفها بالبلاستيك، زائد الغبار اللي يزيد يلصق في البلاستيك يعطينا هذا اللون الشاهب للمدرجات. وإذا نخليكم تابعوا آخر الصور التي أخذت عن هذا الملعب اللي يبدو أنه يعني مقاييس عالمية، وإن شاء الله تكون فيها يعني لا فينيسيون في النهاية، يعني حول الملعب يعني في التهيئة الخارجية تكون في مستوى مع إضافة مناطق للتشجير ومناطق تاع الأشجار، وكذلك إضافة مستلزمات كل ما هي مستلزمات وملحقات في الملاعب الدولية حسب يعني المقاييس تاع الفيفا. إذا نترككم تتابعون هذا الفيديو. والسلام عليكم.